سمعت عن قصة صديقنا يونس لما كان بيحكي لنا عن أول يوم ليه في المدرسة his first day of school. عرفت كمان إنه كان عايز يبكي he wanted to cry. يا ترى ليه كان عايز يصرخ وإيه اللي حصل له في المدرسة أول يوم؟ عرفت كمان إزاي نقدر نعمل project يعني مشروع نتكلم فيه عن الحياة then and now يعني الحياة في الماضي والحياة دلوقتي. يا ترى إيه اللي محتاجينه عشان نعمل البروجكت ده ومين الناس اللي هنستعين بيهم؟ كل ده هنتعرف عليه في الدرس بتاعنا إن شاء الله. بس بي أباني السلام عليكم. Hello everybody. أهلا أبناء وبناتي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي. هنكمل دلوقتي إن شاء الله منهجنا كان Act 4 عندنا Unit 7. نفتكر يلا What's the title of Unit 7؟ عنوانها كان إيه؟ This is where I live. يعني هذا هو المكان الذي أعيش فيه. هنتكلم دلوقتي إن شاء الله عن Lessons 5 and 6. هنتكلم عن حاجتين. أول حاجة فيها Writing. Writing يعني هنتعلم إزاي نكتب عن أول يوم لينا في المدرسة My first day of school. وكمان هنعمل project مشروع هنتكلم فيه عن Life now and then يعني الحياة دلوقتي وفي الوقت السابق أو في الماضي. يلا نشوف الدروس بتاعتنا، ولو عايزين تشوفوا الدروس اللي فاتت هسيبها لكم في صندوق الوصف بإذن الله. كمان هسيب لكم رابط صفحة الفيس يوتيوب وإنستجرام ورابط قناة التليجرام. يلا نشوف الدرس بتاعنا. نبدأ بلسن 5 الدرس الخامس. Think and say How old are children when they start school؟ بيقول فكر كده وقول لنا How old يعني ايه؟ يعني كم عمر؟ How old are children؟ children اللي هم الأطفال. When يعني عندما؟ When they start school. Start school يعني يبدأوا المدرسة. يعني الأطفال عندنا بيبقى عند سنهم كم سنة لما بيدخلوا المدرسة؟ نشوف كده. Look at this. What can you see here؟ اللي شايفينه قدامنا هنا. Yes, this is a boy. This boy is called Yunus. الولد ده اسمه ايه؟ يونس. بيقول لي هنا read and answer. اقرأ واجب. How did Yunus go to school? How يعني ايه فاكرين؟ ايوه how يعني كيف. كيف ذهب يونس للمدرسة؟ ازاي كان بيروح المدرسة؟ يعني كان مثلا بيركب باص ولا بيروح ماشي ولا بيروح ازاي؟ يلا نقرأ ونشوف يونس هيقول لنا ايه. عنوان الارتكل المقالة دي عنوانها My first day of school يعني أول يوم ليا في المدرسة. وبيقول لي هنا by يونس يعني اللي كاتب الكلام ده مين؟ يونس. by هنا معناه بواسطة. يبقى صدقنا هنا اسمه يونس. يونس بيقول لنا إيه بقى؟ I remember my first day of school. أنا فاكر أول يوم ليا في المدرسة. I was 6 years old يعني كان عمري كام؟ 6 سنوات. And I lived in Aswan. كنت عايش فين؟ في مدينة أسوان. طبعا بيحكي لنا عن أول يوم لي في المدرسة. هو دلوقتي خلص بقى قدنا في سنة رابعة، فالحاجات دي خلصت من زمان. فكل الجمل اللي هيستخدمها اللي لازم تبقى في زمن إيه؟ past simple tense يعني في الماضي البسيط. عشان كده بيقول I was كنت كان في الماضي verb to be في الماضي was مع I اسمه ايه was I was 6 years old. ولما قال لنا انه كان بيعيش في أسوان برضو جاب الفعل live في past simple ضاف لها D في الماضي I lived in أسوان يعني كنت عايش في أسوان. I was very nervous يعني كنت متوتر جدا. كلمة nervous يعني متوتر. الآن I liked staying at home لأني كنت بحب أقعد في البيت with my family مع أسرتي. I wanted to play يعني كنت عايز ألعب with my toys عايز ألعب بالألعاب بتاعتي. I didn't want to go to school ما كنتش عايز أروح المدرسة. الجملة هنا برضو في زمن إيه؟ I didn't want. أيوه في past simple tense الماضي البسيط. عرفنا منين؟ من كلمة didn't لأننا بننفي في الماضي باستخدام كلمة إيه؟ didn't وبعدها infinitive يعني فعل في المصدر بدون أي إضافات. I put on a blue t-shirt يعني إيه put on؟ put on يعني أرتدي يعني أنا كنت أرتدي. برضو put on هنا في الماضي على فكرة في past simple. I put on لأن هو ده irregular verb فعل شاذ أو غير منتظم بيبقى نفسه نفس الشكل في المضارع وفي الماضي. I put on لبست إيه بقى؟ كنت لابس إيه؟ a blue t-shirt. a blue t-shirt زي ما احنا شايفين اهو t-shirt لونه أزرق gray pants وكمان البنطلون لونه رمادي and black shoes وحذاء لونه أسود. I carried يعني إيه؟ يعني كنت شايل كنت أحمل. الماضي من carry يعني يحمل.
carried, I carried my backpack. backpack اللي هي حقيبة الظهر، كنت شايل حقيبة الظهر بتاعتي. mom and I walked to school. وأنا وماما رحنا على المدرسة. إيه؟ walked، walked يعني مشينا، رحنا المدرسة ماشي. دي بقى إجابة السؤال بتاعنا، how did Yunus go to school؟ إزاي يونس راح المدرسة؟ هنقول في الإجابة إنه راح إيه؟ on foot يعني سيرا على الأقدام. he walked to school يعني راح المدرسة ماشي، with his mom يعني مع مامته. كمان بيقول لنا at the school gate. school gate كلمة gate اللي هي البوابة، يعني عند بوابة المدرسة. I wanted to cry، كنت عايز أعمل إيه؟ cry يعني أبكي، عايز أعيط أصرخ. I said goodbye and I walked into the classroom. يعني إيه I said goodbye؟ يعني ودعت مامتي، وبعدين I walked into the classroom ودخلت على الفصل. The teacher, the teacher المعلمة asked me to sit، طلبت مني إني أقعد فين بقى؟ next to a boy called مروان. next to يعني إيه فاكرين؟ أيوة برافو عليكو، يعني بجوار. قالت لي أقعد جنب ولد اسمه مروان. The teacher was very kind، بيحكي عن التيتشر بتاعته إنها كانت very kind يعني طيبة جدا وعطوفة جدا. We studied math. studied هنا الفعل في زمن ايه؟ تمام برافو. past simple ماضي بسيط، ليه عرفنا في اخره اهو IED. ليه بقى؟ عشان اصلا الفيرب study يعني يدرس او يذاكر اخرها y، والواي هنا عشان قبلها صوت ساكن فحولناها ل i، وبعدين ضفنا للفيرب ed بقى شكله كده studied. we studied math، درسنا او ذاكرنا خدنا حصة رياضيات. and played games، وكمان لعبنا العاب برضو. played في الماضي هو اخره ed. it was fun، it was fun كان ممتعا. The next day، تاني يوم، I wasn't nervous. أنا أول يوم كنت nervous ومتوتر وقلقان، تاني يوم بقى I wasn't، لم أكن متوترا، ما عدتش متوتر. نفي was إيه؟ wasn't. I was excited، لكن أنا كنت إيه بقى تاني يوم؟ excited يعني متحمس جدا. I wanted to see my new friend مروان، كنت عايز أروح عشان أقابل صديقي الجديد مين؟ مروان. I wanted to learn math and I wanted to go to school. كمان كنت عايز اروح اتعلم الماث اللي انا خدتها امبارح دي، عجبتني وعايز اكمل وافهمها. I wanted to go to school، وكنت عايز ارجع تاني اكمل في المدرسة. يبقى ده كان صديقنا يونس بيحكي لنا عن المدرسة. يلا نجاوب على الاسئلة. Answer the questions, read and check. يلا نجاوب كده number one. يلا مين هيقرأ معايا السؤال كده؟ read، قرأوا معايا. How old was Yunus؟ How old؟ مين فاكر how old يعني ايه؟ ايوه يعني كم عمر، كم كان عمر يونس؟ was في الماضي، يبقى برضو الاجابة هتبقى في نفس الزمن، خد بالي في الماضي كمان. عمر يونس كان قد ايه لما دخل المدرسة؟ فاكرين قال لنا انه كان عمره قد ايه؟ تمام. يونس was 6 years old، كان عمره 6 سنوات. اقول كده يونس was، كان في الماضي برضو، was 6 years old. Number two. Where did Yunus live? Where يعني ايه من فاكر؟ تمام. Where يعني اين؟ اين كان يعيش؟ كان عايش في مدينة ايه فاكرين؟ ده احنا فاكرين كويس. قال لنا انه يونس lived in أسوان. كان عايش in أسوان. Number three. What did Yunus wear? كلمة wear يعني يرتدي. كان بيرتدي ايه؟ وما لقيت did في السؤال اعرف ان السؤال ده في زمن ايه؟ برافو عليكم. past simple ماضي بسيط، والإجابة تبقى في نفس الزمن. يبقى هنرد ونقول يونس wore. wore اللي هو التصريف الثاني من الفيرب wear، الماضي من wear ايه؟ wore. لازم نجاوب في الماضي عشان السؤال هو كمان في الماضي. يونس wore كان لابس ايه بقى؟ a blue t-shirt، تيشيرت ازرق، gray pants والبنطلون الرمادي، and black shoes وكمان الحذاء الاسود زي ما قال لنا دلوقتي. number 4. What did Yunus want to do before his first day? What? What يعني إيه؟ يعني ما أو ماذا؟ كان عايز يعمل إيه؟ want to do، يريد أن يفعل. كان عايز يعمل إيه before his first day؟ قبل أول يوم ليه في المدرسة. فاكرين كان عايز يروح المدرسة ولا لأ؟ أيوة. he wanted to cry، ده كان عايز يعيط قبل ما يدخل المدرسة. he wanted to cry، برضو جاوبنا في زمن الماضي. wanted جبناها في الماضي عشان السؤال فيه فعل مساعد did. number 5.
What did Yunus think about the teacher؟ يعني كان يونس رأيه ايه في التيتشر؟ قال لنا ايه عنها؟ يبقى يونس كان رأيه ايه في التيتشر بتاعته؟ قال لنا ان هي ايه؟ ايوه عرفنا، يونس thought هنا الماضي من كلمة ايه؟ think، جبناها في الماضي برضو عشان عندنا فعل مساعد did في السؤال. He thought that his teacher was very kind، كان رأيه فيها ان هي very kind، عطوفة جدا. Number six، who was Marwan؟ هو يعني ايه؟ يعني من؟ مين كان مروان ده؟ ايوه عرفنا ان هو صديقه الجديد. مروان was يونس new friend، كان صديق يونس الجديد. حطينا اليونس هنا apostrophe s اللي بتدل على الملكية، ده صديقه هو. هنا بيقول لي بقى do you remember your first day of school؟ هل انت فاكر اول يوم ليك في المدرسة؟ write some notes، اكتب كده بعض الملاحظات عن اول يوم ليك في المدرسة. النوتس دي بكتبها ازاي؟ عبارة عن اجابات لأسئلة معينة بتيجي في دماغي، مثلا what did you wear؟ انت كنت لابس ايه؟ احكي كده زي صديقي، اقول a blue t-shirt، black shoes، اي حاجة من دي. how did you feel؟ كنت بتشعر بايه؟ مثلا حد يقول لي I was afraid، كنت خايف. I was excited، كل واحد يقول كان بيشعر بايه. describe the teacher، يعني اوصف المعلم او المعلمة بتاعتك. Was he or she kind؟ هل كانت طيبة؟ Did you like your first day؟ هل كنت حبيت أول يوم ليك في المدرسة؟ Did you want to go back to school the next day؟ كنت عايز ترجع المدرسة تاني يوم؟ حاولوا تجاوبوا على الأسئلة دي، كل واحد يجاوب عن نفسه كده ويتدرب على الإجابات دي. Use your notes، بعد كده بيقول لي استخدم النوتس اللي انت جاوبتها من شوية دي. Write about your first day of school، عشان تكتب عن أول يوم ليك في المدرسة زي ما يونس كتب. Write four to six sentences in your notebook، واكتب من 4 لـ6 جمل في الكشكول بتاعك. جايب لنا أول جملة I remember my first day of school، يعني أنا أتذكر أول يوم ليا في المدرسة، وإحنا بقى نكمل. وبيقول هنا في الرايتنج تاب في الملحوظة هنا عن الكتابة when we write notes، لما بنيجي نكتب النوتس we use keywords، بنستخدم حاجة اسمها keywords يعني الكلمات المفتاحية أو كلمات رئيسية، مش بنعمل جمل كاملة. we don't write sentences، مش بنكتب جمل كاملة، يعني النوتس الملاحظات دي عبارة عن كلمة أو كلمتين. وبعدين we can use our notes to plan writing، ممكن نستخدم النوتس دي عشان نخطط للرايتنج. يبقى بنستخدم النوتس دي عشان نخطط للكتابة بتاعتنا للفقرة اللي انا هكتبها. ناخد مثال كده بيقولي لما اجي اتكلم عن اول يوم ليا في المدرسة ايه النوتس اللي انا ممكن اكتبها، الملاحظات اللي انا هكتبها. هقول مثلا first day of school لاني هتكلم عن اول يوم ليا في المدرسة، اول يوم في المدرسة اسمه كده first day of school. كمان كتب لنا هنا 6 years old، انا هتكلم عن سني وقتها كان قد ايه، فكتبنا في النوتس 6 years old. قلنا ان النوتس بتبقى كلمتين ثلاثة مش جملة كاملة. كمان كتبنا كلمة nervous، nervous يعني متوتر، معنى كده ان انا هوصف شعوري كان ايه في اول يوم، هقول انا كنت متوتر. كمان كلمة stay at home، انا كنت عايز افضل قاعد في البيت فاستخدمت كلمة stay at home لاني هتكلم عن اني مكنتش عايز اروح عشان عايز افضل في البيت مع اسرتي. وكمان هستخدم كلمة bus، bus يعني الاتوبيس، معنى كده ان انا هقول كنت بروح المدرسة ازاي. يبقى النوتس عبارة عن كلمات بتفكرني بالجمل عشان ما انساش الافكار. نشوف كده ازاي هنستخدم النوتس دي ونحولها لجمل. هقول كده مثلا I remember، مش انا هتكلم عن first day of school، اقول انا اتذكر اول يوم ليا في المدرسة. الجملة بتتكون من ايه؟ من فاعل وبعدين فعل ونكمل بقية الجملة. اقول انا يعني ايه؟ يعني I، واتذكر يعني remember، but انا اتذكر ايه بقى؟ my first day of school. يبقى كده الجملة اتعملت ببساطة، استخدمت النوتس وحولتها لجملة I remember my first day of school. اول حرف يبقى capital ونهاية الجملة full stop، اوعوا تنسوا. تاني حاجة عندي في النوتس 6 years old، معنى كده ان هتكلم سني كان قد ايه، اقول انا كان عمري كذا. انا يعني ايه؟ يعني I، كان I was 6 years old، لما اجي اقول عمري بقول كده I was 6 years old، نحط full stop. بعد كده ايه عندي في النوتس؟ عندي كلمة nervous يعني متوتر،
أقول كنت أشعر بالتوتر. أنا كنت، أنا يعني I، يبقى I was nervous. I was nervous، كوننا هنا الجملة. بعد كده هستخدم النوتس اللي بتقول stay at home، إن أنا كنت عايزة أقعد في البيت فكنت بعيط ومش عايزة أروح المدرسة، فأقول أنا كنت أبكي I was crying because I liked staying at home with my family. كنت ببكي لأني كنت حابب أقعد في البيت مع أسرتي. آخر نوت عندي اللي هي باص الأتوبيس، عايزة أقول أنا روحت بالأتوبيس I went there by bus. أنا ذهبت في الماضي اسمها went، الماضي من الفعل go يعني يذهب، by bus يعني بالأتوبيس. يبقى هنا استخدمنا النوتس عشان نعرف نكتب الباراجراف بتاعنا بسهولة. think and say بيقول لي فكر كده وقول. think about your town or neighborhood، فكر في المدينة بتاعتك أو neighborhood اللي هو الحي اللي انت عايش فيه. was it the same when your mom and dad were children؟ هل الحي ده أو المدينة دي كانت نفس الشكل اللي هي عليه النهاردة لما كان باباك ومامتك صغيرين؟ what was different، ولو كانوا مختلف وكانت مختلفة، ايه اللي كان مختلف زمان عن دلوقتي؟ طبعا لما نيجي نفكر كده، was it the same when your mom and dad were children، المدينة أو الحي بتاعنا كان هو لما كان بابا وماما صغيرين؟ لا طبعا، no it was different، لا الوضع كان مختلف تماما، different كانت المدينة مختلفة. طيب what was different، ايه اللي بيبقى مختلف؟ اللي بيبقى مختلف houses المنازل، شكل البيوت، transportation كمان وسائل المواصلات، and markets وكمان الأسواق بتبقى مختلفة. يعني البيوت زمان ما كانتش بتبقى عالية قوي، ما كانتش حديثة قوي، transportation كمان وسائل المواصلات، العربيات كان شكلها زمان مختلف عن دلوقتي، كمان الماركتس الأسواق كل يوم بقى فيه سوبر ماركت وهايبر ماركت ومولات وحاجات كبيرة، لكن زمان كان بيبقى ماركت عادي وشوبس كده، مجرد محلات موجودة في الشارع. نشوف بقى هنا عندنا look and read what's different now in Salim's town، اقرأ كده وقول لي ايه اللي كان مختلف في المدينة بتاعت سليم. my town now and then، شوف سليم بيتكلم معانا عن مدينته في الماضي ودلوقتي شكلها ايه. look at this how many pictures can you see، شايفين هنا كم صورة؟ there are two pictures، عندنا صورتين. what can you see in this picture، الصورة دي فيها ايه؟ a car. طيب what's this a car، عندنا two cars عربيتين. what's different، ايه المختلف ما بينهم؟ ملاحظين العربية دي شكلها ايه؟ شكلها old يعني قديمة، لكن العربية دي شكلها ايه؟ modern، modern يعني حديثة. نشوف بقى ونقرأ كده مع بعض. we are doing a history project in school، يعني احنا بنعمل مشروع في التاريخ مع مادة التاريخ او مشروع تاريخي in school about our town، عن ايه بقى المشروع ده؟ عن our town اللي هي المدينة بتاعتنا. we looked at old photos، عشان نعمل المشروع بتاعنا we looked at، بصينا ونظرنا في الصور القديمة، جبنا الصور القديمة كده واتفرجنا عليها. كمان we spoke to our older neighbors، تحدثنا مع جيراننا الأولدر الأكبر مننا في السن to find out as much as possible، عشان نقدر نحصل على أكبر كم من المعلومات. يبقى هم استعملوا إيه عشان يقدروا يعملوا الريسيرش بتاعهم، البروجكت بتاعهم اللي هو المشروع؟ أول حاجة they looked at old photos، بصوا في الصور القديمة. كمان they spoke to older neighbors، اتحدثوا مع جيرانهم الأكبر سنا. بس كده؟ لا، كمان راحوا على مين؟ على grandma. حتى grandma قالت لهم إيه؟ grandma says that her mom and dad drove cars like this، يعني الجدة قالت لهم إن باباها ومامتها كانوا بيسوقوا عربيات زي دي كده. all the cars were gas cars، يعني كل العربيات زمان كانت عربيات بتشتغل بالبنزين بس، gas cars اللي هي عربيات بتشتغل بالبنزين. they were very noisy، والعربيات دي كانت بتعمل ضوضاء جامدة جدا. now بقى دلوقتي we have a car that uses electricity and gas، الوقت عندنا عربية بتشتغل بالكهرباء وفي نفس الوقت بالبنزين. it's much cleaner and quieter، يعني دلوقتي العربية أكثر نظافة وأكثر هدوءا، يعني بتلوثش البيئة وكمان بتمشي هادية مش عاملة صوت صاخب زي زمان.
كمان شايفين عندنا هنا in this picture، شايفين هنا ده ايه؟ this is a market، السوق، المحلات اهي في الشارع، في السوق هنا. وكمان هنا ده ايه؟ the shopping mall، يعني مول للتسوق. our town had a shopping area، يعني المدينة بتاعتنا كان فيها منطقة للتسوق، منطقة كده. but it was very old، لكن قديمة جدا. dad worked in a shoe store on Saturdays، يعني الداد بابا كان بيروح ويعمل في محل للأحذية كل يوم سبت. on Saturdays يعني أيام السبت. خد بالي حرف الجر قبل الأيام اسمه ايه؟ اسمه on. today we have a big modern shopping mall، النهاردة بقى عندنا shopping mall، مول للتسوق كبير وحديث جدا. but I don't like shopping، لكن أنا ما بحبش التسوق. I want to play football، أنا عايز ألعب إيه؟ كرة قدم. خلص البروجكت. look and read، what's different now in Salim's town، بعد ما قرأنا إيه المختلف دلوقتي في المدينة بتاعت سليم؟ لاحظنا إيه؟ قال على كام حاجة؟ أيوة، now in Salim's town the cars use electricity، الوقت العربيات عنده بتستخدم الكهرباء. and gas، بالإضافة للبنزين، لكن زمان كانت gas بس. and there's a big shopping mall، وكمان دلوقتي بقى عندهم a big shopping mall، يعني مول كبير، لكن زمان كان فيه market. يبقى أول حاجة، أول اختلاف الكارز الجديدة وكمان الشوبينج مول، هم دول الحاجات المختلفة في مدينته دلوقتي. read and say، answer the questions، how did Salim do research، ازاي، كيف، how يعني كيف، كيف قام سليم بعمل البحث، هو عمل البحث ازاي، استعان بايه. اول حاجة عرفنا انه he looked at old photos، جاب صور القديمة وقعد يبص فيها. كمان he spoke to their older neighbors، تحدث مع جيرانهم الأكبر سنا. وكمان his grandma and his dad، اتكلم مع كل دول، كل حد فيهم حكى له حاجة. number two، why did Salim like modern cars، ليه سليم بيحب العربيات الحديثة، ايه الميزة في العربيات الحديثة زي ما هو قال لنا؟ because they are cleaner and quieter than old cars، لأنها cleaner أكثر نظافة و quieter أكثر هدوءا من العربيات القديمة. do some research and write about your neighborhood، بيقول ابحث كده واكتب عن الحي بتاعك. اكتب ايه بقى؟ how were the buildings different in the past، ازاي كانت المباني مختلفة في الماضي. what are the buildings like today، والمباني شكلها ايه النهاردة. ده research أو project المطلوب مننا في اليونت بتاعتنا. لما نيجي ندور هنلاقي انه how were the buildings different in the past، كانت المباني مختلفة ازاي في الماضي. زمان كانت rural houses، the rural houses were made of، المباني كانت ريفية، ريفية مصنوعة من ايه؟ mud اللي هو الطين، او or wood او من الخشب. and consisted of one floor، يبقى زمان كانت البيوت يا اما من المد او الود، من الطين او الخشب، وكلها عبارة عن one floor يعني طابق واحد، يعني دور واحد بس. طيب what are the buildings like today، طب النهاردة المباني شكلها ايه؟ لا النهاردة بقى the houses are tall and high، المباني عالية ومرتفعة. a building may consist of many floors، يعني المبنى الواحد ممكن يتكون من اكتر من طابق. لما نيجي نحول ده بقى لباراجراف ونكتبه هنكتب كده my grandparents lived in rural houses، يعني أجدادي كانوا بيعيشوا في منازل ريفية، شبه ده كده. the rural houses were made of mud or wood، يعني المنازل دي كانت مصنوعة من المد or wood، واحد الطين أو الخشب. and consisted of one floor، ومكونة من طابق واحد. they were usually big and wide، البيوت كانت بتبقى كبيرة وواسعة. they used the carriages for transporting، كانوا بيستخدموا كارج اللي هي العربية الكارو، عربية بيجرها حصان أو حمار أو كده، فما كانش عندهم كارز حديثة زي دلوقتي. there were street markets full of every kind of food، كمان في ماركتس، street markets يعني سوق بيتعمل في الشارع في كل أنواع الطعام. دي كانت الحياة in the past، في الماضي. now بقى دلوقتي all the houses are tall and high، كل البيوت دلوقتي عالية ومرتفعة. a building may consist of many floors، يعني المبنى الواحد ممكن يتكون من أكثر من طابق.
There are sometimes balconies and gardens within the house. كمان أحيانا بيبقى فيه بلكونات وكمان حدائق جوه البيت. Most apartments are small. يعني معظم الشقق دلوقتي بتبقى صغيرة. We use public buses for transport. بنستخدم الأتوبيسات العامة عشان كوسيلة للمواصلات. We buy our food at hyper supermarkets. وبنشتري الطعام دلوقتي من الهايبرز ومن السوبر ماركتس الكبيرة، مش من الماركتس التانية زي زمان غالبا. يعني خلصنا، يلا نشوف أهم الكلمات اللي عندنا. repeat after me. كلمة متوتر يعني nervous nervous nervous. فصل classroom classroom classroom. t-shirt 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 t-shirt. حقيبة الظهر backpack backpack backpack. يرتدي put on put on put on. بنطلون pants pants pants. اللون الرمادي gray gray gray. طبعا اللون هنا مختلف شوية، ده مش الرمادي gray. بوابة gate gate gate. لعبة toy toy toy. عائلة family family family. مدرسة school school school. مدرسة teacher teacher teacher. أول يوم اسمه first day first day first day. أسوان اسمها أسوان أسوان. منزل home home. طيب أو عطوف kind kind. متعة fun fun. رياضيات math math. كم عمر how old how old. أين where where. من تسأل عن الشخص العاقل اسمها who who. conjugation of verbs تصرفات الأفعال. اتفقنا محول الفعل للماضي. عندنا نوعين من الأفعال regular verbs أفعال منتظمة بحولها بإضافة ed أو d. زي إيه هنا؟ يمشي يعني walk walked. يتذكر remember remembered. يعيش live lived. يبكي cry cried. يذاكر أو يدرس study studied. يحمل carry carried. يريد want wanted. عندنا كمان irregular verbs أفعال غير منتظمة. بعرف الماضي منها ازاي؟ بنحفظ تصريفها التاني، ما بنضيفلهاش ولا اي دي ولا دي. زي يتحدث speak spoke. يقول say said. يقود drive drove. كلمات تانية مرت علينا في الدرس التاني الدرس السادس. مدينة صغيرة يعني town town. الحي اسمه neighborhood neighborhood. جار neighbor neighbor. نفس الشيء the same the same. في الماضي والآن now then and now then and now. تاريخ history history. مشروع project project. صورة photo photo. ممكن possible possible. جدة grandma grandma. سيارات تعمل بالبنزين gas cars gas cars. مزعج noisy noisy. كهرباء electricity electricity.
أنظف يعني أكتر نظافة، cleaner cleaner أهدى أكتر هدوءا يعني quieter quieter quieter. منطقة تسوق shopping area shopping area. محل بيع الأحذية a shoe store a shoe store. حديث modern modern. تسوق shopping shopping. مركز تسوق shopping mall shopping mall shopping mall. مبنى building building. بنزين gas وتسوي كلمة petrol. تصريفات الأفعال اللي مرت علينا برضو في الدرس ده regular verbs الأفعال المنتظمة اللي بنحولها بإضافة ed أو d. كلمة ينظر إلى look at looked at. يعمل work worked. الregular verbs الأفعال الغير منتظمة speak spoke. find out find found out. يعرف يعني إيه find out found out. يعرف أو يكتشف. drive drove يعني يقود يملك have had. عندنا expressions كمان و prepositions حروف جر وتعبيرات ناخد بالنا منها. كلمة as much as معناها بنفس القدر. like this يعني مثل ذلك. يعمل بحث اسمها do research. في الماضي in the past. يلا نحل بقى نشوف فهمنا ايه النهاردة. read and match. يلا نوصل. number one I put on. put on يعني ايه؟ يعني ارتدي. ايه اللي ينفع نرتديه هنا في الحاجات دي اللي قدامنا دي؟ مين هيلمحها بسرعة؟ تمام برافو. I put on my gray pants. ارتديت بنطلوني الرمادي. number two I carry my. carry يعني ايه؟ يعني احمل. انا احمل ايه؟ ايه اللي ينفع احمله هنا؟ برافو. my backpack حقيبة الظهر بتاعتي. when I go to school. number three we study math. بندرس رياضيات. فين بندرس رياضيات؟ فين؟ في المدرسة at school. number four why does he like modern cars. why يعني لماذا؟ ليه هو بيحب العربيات الحديثة؟ لماذا؟ يبقى أجيب في الإجابة لأن. لأن يعني because. يبقى because they are much cleaner and quieter. أنضف وأهدى. reorder. يلا نرتب. لما نيجي نرتب بنبدأ بالكلمة اللي أولها capital وكمان غالبا بيبقى تحتها خط. حتى لو مش تحتها خط أبدأ بالكلمة اللي أولها حرف capital. أنا. أنا يعني إيه؟ I. I طالما بادئين بفاعل يبقى عايزين بعده فعل. فين الفعل هنا؟ تمام. I was. I was إيه بقى؟ I was excited at school. كنت متحمس في المدرسة. I was excited at school. نبدأ بالكابيتال ونحط في نهاية الجملة في الستوب. number two نبدأ بكلمة we يعني نحن. we دوت فاعل يبقى عايزين بعده فعل. فين الفعل هنا؟ spoke. we spoke تحدثنا. تحدثنا ايه؟ تحدثنا الى. we spoke to our old neighbors. تحدثنا مع جيراننا الكبار في السن. we spoke to our old neighbors. الصفة تيجي قبل الاسم old neighbors. number three زي الالف واللام زي ما اتفقنا يبقى جيب بعدها اسم. زي ايه؟ ايوه the teacher. the teacher was very kind. بعد ما جبنا الفعل نجيب الفعل. was the teacher was very kind. و very بتيجي قبل الصفة. كده خلصنا. well done احسنتم. اتمنى نكون فهمنا الدرس بتاعنا. thank you. تابعوني نكمل باقي المنهج ان شاء الله. thank you goodbye.